اليوم حبيت أسوي مقارنة للمشاريع العقارية الموجودة في السوق العقاري. حبيت أختار منطقة دبيلاند ريزيدنت كومبلكس. دبيلاند ريزيدنت كومبلكس بحكم كثرة المشاريع اللي قاعدة تطرح من المطورين في هذه المنطقة، منطقة واعدة، وحبيت نبدأ فيها مقارنات بالمشاريع المتوفر فيها حاليا شقق للبيع بخطط سداد ومشاريع أوف بلان. حلو، فاليوم خلكم تابعين، خل أخذكم على موقع دبيلاند ريزيدنت كومبلكس، أراويكم على الخريطة وين المكان وشو المشاريع الموجودة وكيف تسعيراتها ومميزاتها. ناخذ مقارنة على المشاريع الموجودة حاليا في منطقة دبيلاند ريزيدنت كومبلكس، خلكم تابعين. أول نقطة، وين منطقة دبيلاند ريزيدنت كومبلكس؟ إذا بتشوفون طريق دبي العين بالقرب من المدينة الأكاديمية أو المدينة الجامعية، منها إلى وسط المدينة إلى الداونتاون في الوقت الحالي 13 دقيقة. احنا نتكلم حاليا الساعة 12 الظهر، يمكن أوقات الزحمة ترتفع إلى 18 أو 20 دقيقة. هذه عندكم جزيرة النخلة على سبيل المثال، هذه منطقة أرجان والجي بي سي، فموقعها على الهايوي، وصولها والرجوع منها خط سريع جدا، شارع دبي العين موسع وما في أي زحمة. إذا بتمسك زحمة للداونتاون في هذه المنطقة داخل دبي بالتحديد، فمكانها مكان جدا مميز، ولهالسبب المطورين متحركين بهذه الجهة. مثل ما تشوفون هذه منطقة دبيلاند ريزيدنت كومبلكس، هذا خط دبي العين باتجاه العين، وعندكم هذه منطقة واحد دبي للسيليكون، المدينة الأكاديمية وين الجامعات، مثلا جامعة زايد، كليات التقنية وغيرها من الجامعات. خط المترو الخط الأزرق اللي تم الإعلان عنه، محطة بتكون في واحد دبي للسيليكون، ومحطة ثانية بتكون في المدينة الأكاديمية. مثل ما تشوفون هنا عندكم صوب أكاديمية جيمس بتكون في محطة، وبتكون محطة أيضا صوب المدرسة الألمانية في هذه الجهة. توسعة خط المترو بتكون في محطة حسب المخططات في هذه الجهة تخدم أيضا دبيلاند ريزيدنت كومبلكس. حاليا الخط الأزرق بيكون في محطة في هذه الجهة ومحطة في هذه الجهة، هذه بتكون آخر محطة في الوقت الحالي اللي قاعد ينفذ الخط الأزرق. شوفوا وياي هذه المخططات الجي اي اس، هذا موقع المترو اللي بيكون يخدم دبيلاند ريزيدنت كومبلكس، وهذا المترو اللي في المدينة الأكاديمية، وعندك هذا المترو اللي في السيليكون. هذا سبب رئيسي من أسباب اختيار المطورين لهذه المنطقة، من المترو بيجهز بيأثر على السيليكون وبيأثر على هذه المنطقة إيجابا. النقطة الثانية، إذا لاحظتوا أبحث عن سكولز، عندك مدرسة جيمس موجودة، عندك هذه مدرسة أخرى موجودة، أيضا هذه أرض مدرسة، عندك حدائق في المنطقة، هذه حديقة ثانية، هذا مسجد جامع كبير، وعندك في مختلف الأماكن موجودة حدائق في المنطقة. المنطقة مثل ما تشوفوا حاليا فيها مشاريع، فيها مباني قائمة، فيها أراضي فاضية، فتكون من أفضل الأماكن للدخول بما أن منطقة متوجهين عليها المطورين وقاعدين يعمروها. حالها من حال قبل كم سنة منطقة أرجان والجي بي سي، اليوم نشوفها كيف تغيرت. يا عبدالله شو المشاريع الموجودة في المنطقة؟ إذا بتشوفوا العلامات الزرق هذه العلامات معناتها مشاريع قائمة حاليا في المنطقة، عدد كبير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أنا بأخذ أربع مشاريع بسوي لكم مقارنات، أربع مشاريع بسوي فيها مقارنات، من اختار تايمز بحكم موقعه سهولة دخلته وطلعته، من اختار مشروع بيس هومز، من اختار إيفي جاردنز، ومن اختار أيضا كوف إديشن. من اختار هذه الأربع مشاريع ومنسوي عليها مقارنات. طبعا هذه مشاريع في سمانة أفينيو وميلوس، هذه كامينج سون، بعدها ما تم الحديث عنها بشكل أكثر. فهذه أربع مشاريع منسوي عليها مقارنة موجودة متوفرة في الوقت الحالي. خلونا ننتقل للأرقام، بتكلم بالأرقام بكل حيادية، مو معناته هذا مطور غالي أو هذا مطور رخيص أنا عبد الله ما أتعامل معه، لا، أنا أتعامل ويا كل المطورين بأمانة، لكن حبيت أسوي لكم دراسة تفصيلية عن الأرقام وعن الأمور. عادة مثلا أنا عبد الله يوم بستثمر كيف أقارن؟ فبنفس الطريقة بسوي لكم المقارنة أو براويكم حاليا المقارنة بالأرقام، بحيث أن تكون فيها كل حيادية، وحبيتوا تحجزوا من أي مشروع أنا أتعامل ويا كل المطورين وبرتب لكم خيارات طيبة. خلنا ندخل على الأرقام وأتمنى المطورين ما يزعلوا منها.
مثل ما تشوفون عندنا أربع مشاريع، 1 2 3 4، بيس لاكونز من بيس هوم، كوف إديشن من امتياز، سمانة إي في 2 من سمانة ديفلوبمنت، تايم 3 من تايم بروبرتيز. أربع مشاريع، مندخل في التفاصيل. النقطة الأولى، كم الكواليتي من 10؟ أنا ككواليتي أقيم امتياز 9 من 10، أفضل كواليتي، بعدها تي تايم بروبرتيز 8 من 10، بعدها سمانة. بيس هومز ما يالس أقيمها بسبب أن ما شايف لها تسليمات، فالكواليتي مالها يعتبر استفهام. متى تسليم هاي المشاريع؟ إذا بتلاحظوا الربع الثاني 27، الربع الثاني 26، الربع الرابع 27، الربع الثالث 27، في حدود السنتين إلى 3 سنوات، يعني تسليماتهم فترات متقاربة. الأربع مشاريع، بيس لاغونز تم فتح حساب الضمان، وسمانة تم فتح حساب الضمان، كوف إديشن الحجز المسبق، تايم 3 الحجز المسبق. كيف جدولة الدفعات في الأربع مشاريع؟ إذا بتلاحظوا كل جدولة الدفعات عندهم إلى ما بعد الاستلام، يعني بيس هومز عندهم 80 شهر، 6.6 سنوات، كوف عندهم 5 سنوات، سمانة عندهم 8 سنوات، وتايم عندهم 6 سنوات. أكثر مطور عنده جدولة الدفعات ممتدة سمانة، كلهم إلى ما بعد المفتاح. كم تسعيرات القدم على السيرفس تشارج؟ بيس هوم بين 13 إلى 14، كوف 16، سمانة 15، وتايم بين 11 و12. هذه كلها أسعار السيرفس تشارجز المتوقعة. ممكن الأرقام شوي يكون فيها تغييرات على الواقع. كم طالب المطور دفعة أولى ورسوم عقودي؟ طبعا دائما الدفعة الأولى احنا نتكلم كم بالمية، بتكون زائد 4% دائرة الأراضي والأملاك. حلو، فعدنا احنا بيس هومز 20%، كوف 20%، سمانة 15%، وتايم 10%. أقل واحد فيهم طالب تايم كدفعة أولى. عقودي اللي هي الملكية المبدئية، بيس هومز 4450، امتياز 4000، سمانة 4200، وتايم 1575. حلو، بالنسبة لنا الأمور المبدئية واضحة. الحين نبدأ ندخل في الأسعار وتسعيرات القدم بين المشاريع الأربعة، منروح الاستوديوهات، الغرفة والغرفتين والثلاث غرف. ننتقل في مقارنتنا للاستوديوهات، شو تفاصيل الاستوديوهات الموجودة؟ طبعا بيس هومز الاستوديوهات ويا مسبح، امتياز الاستوديوهات مفروشة بالكامل، سمانة مع مسبح بس من دون باركينج، تايم فولي بوكت، ما في خيارات حاليا اي خيارات استوديوهات. الاحجام ممتازة بين 410 441 420، جميع الاحجام ممتازة. اسعار بيس هومز 721000، اسعار كوف 657000، اسعار سمانة 643000. طبعا بالنسبة لي ما اشوف فقط السعر، اشوف السعر وسعر القدم، اشوف سعر العقار والمساحة وتسعيرة القدم. فافضل تسعيرة قدم اشوفها في كوف إديشن 100,000 و492، من بعدها 1532 لسمانة، و1760 لبيس لاغونز. وإذا بشوفوا الدفعة الأولى، سمانة أسهل واحدة، 126,000 الدفعة الأولى للستوديو، 161,000 لكوف، و117,000 لبيس لاغونز. شخصيا إذا خيرت بين هاي الثلاث خيارات بمشي مع هذا الخيار، بحكم تسعيرة القدم، أحجام طيبة وأسعار طيبة. ننتقل لخيارات الغرفة والصالة. طبعا بيس لاغونز مع مسبح زائد ستور أو غرفة خادمة، كوف فولي فيرنش، كوف إديشن كل الخيارات امتياز مفروشة بالكامل، سمانة ويا مسبح أيضا من دون باركينج، تايم 3 غرفة وصالة عادية مع حمامين وانتو كرامة. الأحجام 850 819 798 و806، كل الأحجام ممتازة مرغوبة في السوق، ولكن هذا أكبر حجم عند بيس لاغونز. الأسعار تبدأ من 1,022,000 في بيس لاغونز، تبدأ من 985,000 في كوف، وتبدأ من 974,000 في سمانة، وتبدأ من 760,000 في تايم 3. الدفعة الأولى 249,000 في بيس لاغونز، 240,000 في كوف، 189,000 في سمانة، و107,000 في تايم 3. تسعيرة القدم تايم 943،
1221 سمانة، 1200 في امتياز كوف، و1200 في بيس لاغونز. إذا لاحظنا كوف وامتياز بنفس السعر، ولكن تسعيرة قدم جدا مميزة من تايم، وتسعيرة أيضا الشقة نفسها والدفعة الأولى نفسها جدا جدا منافسة. ننتقل في مقارنتنا للغرفتين وصالة. الغرفتين وصالة مع مسبح وستور أو غرفة خادمة في بيس لاغونز، في كوف مفروشة بالكامل مثل ما قلنا، في سامانا مع مسبح ومع باركينج الغرفتين والصالة، في تايم مع ستور أو غرفة خادمة. بخصوص المساحات، إذا بتلاحظوا أفضل مساحة 1400 بيس لاغونز، 1154، 1172، 1188، مساحات ممتازة، ولكن الأكبر الأكبر في بيس لاغونز. الأسعار 1,547,000، 1,349,000، 1,409,000، 1,103,000. لاحظ الأسعار، في فرق كبير في الأسعار. تسعيرة القدم 1,105، 1,169، 1,203، 928، 928. هني يوم نتكلم عن مشروع 928 على القدم، هذه ميزة. هاي يوم نتكلم عنها نقول لقطة، يوم نشوف متوسط السوق كيف ومطور يحرق في السوق، معنا كواليتي ماله ممتاز 8/10 ومطور 19 سنة في السوق العقاري، مش مطور جديد والله في خوف أو شيء من القبيل. الدفعة الأولى 375,000، الدفعة الأولى 327,000، الدفعة الأولى 271,000، الدفعة الأولى 155,000. ننتقل إلى الثلاث غرف وصالة، ومقارنتنا الأخيرة للثلاث غرف وصالة. بيس لاغونز ما عندهم خيارات، كوف إديشن ما عندهم غير خيارات، سمانة عندهم الوينج 3393 قدم، ما شاء الله حجمه جدا كبير. تايم ثلاث غرف وصالة مع غرفة خادمة أو ستور 1460. أحجام سمانة جدا ممتاز، جدا كبير، نتكلم إحنا أكبر من التاون هاوسز في السوق اليوم. الأسعار 3,367,000، والأسعار في تايم 1,330,000، الدفعة الأولى 644,000، الدفعة الأولى 187,000. تسعيرة القدم 993، تسعيرة القدم هنا 911. من ناحية استثمارية، اختيار تايم اختيار هو الأفضل في الثلاث غرف وصالة. من ناحية الأحجام، أحجام جدا كبيرة، هذه ما أشوفها استثمارية، أشوفها ممكن سكنية بتكون جدا جدا مميزة. هذا فمثل ما لاحظتوا ثلاث غرف وصالة بس مشروعين، معناته قلة منافسة في السوق بتكون باكر مع المفاتيح في الثلاث غرف وصالة، وأيضا أسعار ثلاث غرف وصالة أرخص من الغرفتين والصالة في المشاريع الأخرى في نفس المنطقة. فهذه ميزة، أتوقع المستخدم النهائي المشتري النهائي بيكون راغب وايد في الثلاث غرف وصالة مع المفاتيح، وبتسوي قفزة جميلة في الأسعار. زين يا عبد الله، بخصوص العوائد الإيجارية، بما أن الأربع مشاريع قيد الإنشاء وفي نفس المنطقة وأحجامهم مقاربة، فباكر عوائدهم الإيجارية بتكون مقاربة، صح ويا المسبح شوية ممكن أعلى، ولكن بشكل عام بتكون عوائدهم الإيجارية مقاربة جدا. لهالسبب صار تركيزي في هذه المقارنة تسعيرات القدم بشكل كبير، لأن من ناحية استثمارية دائما تركز على سعر القدم وجدولة الدفعات، إمكانياتك في الدفعة الأولى عشان تعرف كيف تستثمر صح وتنجح في استثمارك. مثل ما شفتوا وياي، هذه نظرة تحليلية، أرقام بحتة ركزت فيها على الأرقام، ورأيتكم عادة كيف أحلل في المشاريع، أن أقوم أتكلم عن هالمشروع وأتفادى هذا المشروع في التسويق، مش لأن نقصا في المطور، بل لأن هذا المشروع يكون مميز. ودائما أحب أقترح على المستثمر اللي بيستثمر وياي المشاريع المميزة اللي مستقبلا بينجحوا فيها، فشاركتكم الخيارات بالأرقام وبكل حيادية. أي شخص مهتم في حجز في أي مشروع من هذه المشاريع يتواصل وياي وما يصير خاطرة إلا طيب. أحط لكم رقمي موجود على الشاشة. تحياتي عبد الله كاظم، مع السلامة.